السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ بخير، هانيين، صحيحه، كتعاودوا اموركم هانيه. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحريره عجيبه كنحتاجوا فيها انايا واحد 4 مطيشات مقطعين، بصله كبيره حتى هي قطعتها طرونشات كبار حيت غادي نطحنها في الميكس. كنحتاجوا هنايا العدس، قياس درهم ديال العدس، الفول حتى هو قياس ديك الدرهم، ولكن ما درتهاش كامله، قسمتها على جوج حيت داك الفول كيخطر، يعني ما بغيتش تجي مع الصدى. ها نتوما شويه ديال الحمص كان عندي انا في مرقده ودايره في الكونجيلاتور. العطريه اللي كنحتاجو فيها غير داك العرق الصفر البلدي، كنقول ليه خرقوم البلدي، كنديرو شويه سكينجبير، شويه البزار، الخرقوم ملون، غير الراس ديال هاد المعلقه، صافي. الملحه على حسب الذوق، كنحتاجو الشعريه غليظه، متكونش غليظه بزاف تاني مايان، ها هي. كنحتاجو بيضه، كنحتاجو هنايا القزبر، المعدنوس، الكرافس. المهم الطريقه باش نخدمها شويه غتكون غتجيكم غريبه، لان يعني بزاف ديال الناس ما كيديروهاش. كنحتاجو هذا، ما كيعرفوهاش اللي بنقول، كنحتاجو الحق ديال المطيشه ضروري، كنحتاجو هذا كنور، الضامات البنه ديال السمن، وحده ديال البكري ولا الغلمي ولا الدجاج، على حساب اللي بغيتو نتوما. كنبدا بسم الله على بركه الله، كندير هاد المطيشه والبصله. ندير واحد الطريقه، لكن هاد المونينيكس عندنا صغيره و حتى هي شويه عيانه، زعما كنسلكو بها وصافي. كندير واحد شويه ديال الماء، غادي نطحنو مع واحد شويه، ياك ملي غنبدا نطحن غادي نقطع على حساب الصداع، غنطحنو واحد شويه ونوريكم القياس. مغسولين ومنقيين وحطيناهم يتسقطو من البارح في الليل. المهم انت داكشي علاش درت غير واحد الدوره للمطيشه والبصله. نتوما البنات حيدت هذيك مونينيكس، حرقات، ما شريناها حتى هي من بعد، هذه فاش هذه خسرات لينا حتى هي، هذا الكاس ديالها كيسيل، ما هي زعما كطحن مزيان، غير الكاس ديالها كيسيل، قلبت عليه حتى هي ما لقيتو، حتى هي كاع تفورات. وجبدنا هذه باش نديبانيو بها دروكا. المهم من بعد ما طحنا الكرافس، طحناهم مع ديك البصله والمطيشه غير شويه، يعني بحال قولي ماشي طحنوا بزاف، ها هما ديري ليهم، شوفوا المشاهدين ها هما شتي كيجاو كيبقاو باينين، دوك الطروفه ديال الكرافس يبقاو باينين العريشات. دابا درت هنا القزبر والمعدنوس، غندير معاهم توما هاد المطيشه اللي بقات من طحنت بها البصله، ونطحنو نتوما شويه نوريكم القياس. سمحوا لنا على الصداع باش نوريكم غير القياس. ها هي غتحشمنا واقيلا غتسكت، محال غطحن. مسلكين مع هاد المونينيكسات وصافي، هاديك دابا صافي تاهي تحركت مشات. هانتوما لاباس، زيدي قربي شويه يبان ليهم، شوفو شكي درت ليه كبي بحال هكا تسلقا شويه، شاد براسو شطحنو مزيان تيتسحق، لا يبقاو باينين صافي. وغادي نديرو هاديك العطريه ديالنا، تولي قلت لكم انا البزار، الخرقوم البلدي، سكينجبير، داك الملون ستيك، كنديرو الملحه وما عرفت وقيلا جوج معلقات وقيلا هنا تقريبا جوج معلقات كبار. المهم نتوما عينكم ميزانكم في الملحه، ما نقول لكم انا القياس ديال الملحه، ديروا قياسكم، لان ما تعرفو تكونوا دايرين غير شويه ديال الحريره تكثروا هذا، تردوا داك القياس اللي درت انايا ولا شي حاجه تجيكم مالحه، ونيت راه غادي ديروا هذا، غادي ديروا كنور، ما تكثرش الملحه. المهم كندير واحد الضامه ديال البنه، كندير وحده، كندير غير ديك ديال اما دجاج اما اللي بغيتي، دجاج ولا غلمي ولا بقري، وكتخليو ديك ديال السمن، ديال السمن كتخلوها هي ومطيشه حتى الاخر. كنديروا الحمص،
صافي كنديروا الزيت نص كاس ديال الزيت ما يكونش عامر مخلطه ثاني ما بين الزيت ليسيور وزيت العود صافي وكنسدو وكنسدو عليها هذا لا الحمص وهذا الفول والعدس الفول يا ربي والعدس البلاد ما غاديش نديرهم طيطيب هذا الشيء هذا الحمص وهذا الشيء اللي درت يطيب نص طيبه غير نص طيبه علاش حيت هذا العدس دغيا غيطيب ما غاديش يبقى يبان والفول حتى هو غيولي بيصار ما غاديش يبقى يبان الا كتسنى يطيب هو والحمص مقادينها غادي نسدو عليهم واحد شويه ياكو غير تنحسو بالحمص طاب غير نص طيبه صافي هذه المهم غادي نديرها تشحر واحد شويه عاد غنزيد مازال الماء حتى لهنا حتى عند هاد البيات هادو اللي غنسد عليها ونخليها طيب واحد شويه تقريبا واحد ديك ربع ساعه ولا بحال هكا صافي اللي غنحلها اللي غرمي هادو انا غنوريكم كيفاش غادي ندير زيتي هانتوما دابا غادي نرمي الشعريه ياك وراه رمينا داك الفول والعدس طابوا شويه هانتوما راه كيبانوا خليتهم باش ما بغيتش نطيبهم بزاف باش ما يتعصدوش صافي نتوما البنات غادي ندير درت شويه الدقيق تقريبا زلافه ما عامراش المهم على قياس اللي غادي يدور لكم الحريره درت فيه شويه ديال الماء غنزيدوا الماء شويه نطحنوا نتوما درت هنايا كنور ديال السمن ودرت مطيشه ديال الحك ها هما حركتهم شويه الماء وغادي نزيدو مع الدقيق اللي طحنا انا نقصتو لا يجيني كثير ها هو في خليته شفتوا الا جاني هو هذاك صافي ما غنزيدش الا جاني قليل غنزيد شويه الدقيق ها هو داك الدقيق ومطيشه وكنور اللي طحنا ما غندور به دابا الحريره الا قلت كثر الدقيق على حساب حيت كاين داك الفول والعدس دوك المهم دوك التوابل غادي يخطروها ما خليتش الشعريه تطاب حتى البنات راه غير رميت الشعريه تبعتها الدقيق ومطيشه وكنور باش يطيبوا مقادين باش ماشي ثاني طيب الشعريه بزاف عاد تزيدوا ثاني الدقيق ما بين الساعه فاش غادي يطيب ثاني الدقيق غتتعصب ليكم ديك الشعريه هانتوما يعني انا نخليها نقلع على القياس بركه ولا نزيد هاد الشويه اللي بقى نزيد غير شويه غنزيد هذا هو اللي بقى صافي درت كله الا شفتوا خاطر بزاف غادي نزيد شويه الماء مش مشكل ضروري غادي يزيد من الماء وشتو دابا راه شاط ليا انا الدقيق هانتوما درت البنات واحد البيضه شفتوها انا غادي نديرها في الحريره المهم نتوما كتخوي بشويه بشويه هانتوما الحريره ديالنا كي جات كيبان فيها البيض واحد شويه نذوقها الا جات بنينه عرفتي مع دوك الكرافس هذيك البنه ديال الكرافس باقي طري باقي جداد جاتني بحال داك البنه ديال الحريره ديال رمضان زعما بلي الا جات زوينه جربوها البنات هذه الطريقه باش طيبت الحريره اليوم وراه نتمنى تجربوها وتردوا عليا كي جاتكم يلا بصحة وراحة بسلامة عليكم.